أول كلمتين بتتعلمهم في أي لغة مش بس إنجليش هما سيء جيد، وحش حلو، bad good. في الفيديو بتاع النهاردة أنا جايب لك بقى بدايل لكلمة bad، وفي الفيديو الجاي هنتكلم على بدايل لكلمة good بما أنهم كلمتين مهمين جدا وعاوز تقول بدايل ليهم كتير. Let's get started مع بدايل bad النهاردة. هنبتدي الأول بالبدائل العامية اللي ممكن تستخدمهم في مواقف غير رسمية مع صحابك مع ناس تعرفهم، وأول بديل معانا هو lame. lame. وممكن تستخدمها عشان توصف بيها شخص سيء أو شيء سيء. For example, this company is lame. الشركة دي سيئة. This company is lame. تاني كلمة معانا وهي poor. في مننا عارف ان كلمة poor معناها فقير، لكن هنا هنستخدمها بمعنى شيء سيء أو شخص سيء. For example, he has a poor attitude. يعني سلوكه سيء، هو عنده سلوك سيء. He has a poor attitude. ممكن كمان نقول this is a poor car. يعني زي this is a bad car. دي عربية سيئة. This is a poor car. تالت كلمة معانا وهي كلمة suck. suck هي الكلمة الوحيدة اللي معانا النهاردة اللي فعل مش صفة. تمام؟ فبنستخدمها بعد الأسماء. خلينا نديك مثال عشان تفهم أكتر. لو عاوز أقول المدرس ده سيء، فهقول this teacher sucks. This teacher sucks. طبعا ممكن تستخدمها مع اشياء ومع بني ادمين. suck تيجي مع اي حاجة. لما واحد مثلا صاحبك يسألك ويقول لك how's the movie، اخبار الفيلم ايه اللي انت بتتفرج عليه، how's the movie، تقول له it sucks، سيء جدا. فممكن تستخدمها مع بني ادمين او مع اشياء. عندنا بعد كده كلمة crappy، ودي كلمة بتتقال كتير جدا من natives ومعناها حاجة انت بتكتمها ليه يا احمد؟ طب خلينا اديك مثال اكتر عشان تفهم. عاوز اقول بالانجليزي الرحلة دي كانت سيئة جدا. خلاص استريحت كده، هنقول بالانجليش that was a crappy trip. that was a crappy trip. يعني الرحلة دي كانت سيئة جدا. خامس كلمة معانا واخر، والله انا قصادي بالظبط 3 دقايق، هو جه متأخر. حيوان حيوان يا احمد. 3 دقايق بالظبط. يلا باي. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة basic، وكلمة basic في ناس كتير جدا فاكرين ان معناها اساسي، بس ده في الانجليزي الفورمال الرسمي، لكن في الانجليزي العامية اللي الشباب بيتكلموه بالذات اليومين دول معناها حاجة سيئة. خلينا اديك مثال. لما اقولك مثلا this apartment is basic، يعني الشقة دي سيئة مش كويسة. this apartment is basic. اقولك مثلا ايه this is a basic girl، يعني البنت دي على قدها مش كويسة، انا اعلى من كده وانا احسن منها. اوكي this is a basic girl or this girl is basic. نخش بقى على البدائل formal او البدائل اللي تستخدمهم في مواقف رسمية او انت بتكتب ايميلات او حاجة زي كده. واول بديل معانا هو كلمة awful. awful يعني شيء سيء جدا. awful يعني انت مثلا لو في فندق عاوز تقولهم الخدمة دي سيئة جدا، فهتقولهم بالانجلش this is an awful service. this is an awful service. في بديل بقى الباد مؤدب جدا، ممكن تستخدمه لو انت عاوز تقول للحد مش عاوز تحرجه، مثلا عاوز تقول انت كنت سيء بس مش عاوز تقولها بطريقه صريحه او واضحه. بتقول بالانجلش could be better. could be better يعني في افضل. زي مثلا خطيبتك مثلا عملت اكل وتسالك تقول لك ايه يا حبيبي you like my food، حبيت الاكل بتاعي اخباره ايه حلو، تقول لها ايه could be better. could be better. ده الكلام ده في الخطوبة، بعد الخطوبة هترزعها بالأكل في وشها لو الأكل وحش طبعا، بس دلوقتي انت بتحاول تبقى مؤدب فبتقول لها ايه في أفضل. could be better. could be better. عندنا كمان كلمة horrible، وhorrible معناها شيء سيء جدا أو سيء جدا. مثال what a horrible day. يا له من يوم سيء. اليوم السيء ده what a horrible day. في كمان كلمة terrible. 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 وterrible برضو معناها سيء جدا. مثال my mother-in-law is terrible. حماتي سيئة. my mother-in-law is terrible. عندنا كمان كلمة taboo. وtaboo معناها شيء سيء حسب تقاليد مجتمع معين او الدين اللي فيه. من الاخر كده معناها حرام، فانا قلت لازم اقولها لكم الفيديو بتاع النهاردة. خلينا اديك مثال eating pigs is a taboo in Islam. يعني أكل الخنازير حرام في الإسلام. Eating pigs
Is it taboo in Islam? ودي كانت حلقة تانية من سلسلة البدايل، السلسلة اللي أنا بحاول أوفر لك فيها كلمات بديلة لكلمات بنستخدمها كتير جدا في اللغة الإنجليزية عشان تبان لبق أكتر وإنت بتتكلم. هتلاقي في قائمة التشغيل أسفل الفيديو حلقات تانية من نفس السلسلة، حاول إنك تتفرج عليهم. Thank you for watching، وخلينا أشوفكم على خير.